جي على رضوى. نحن كان عرسنا لو 25 سات 2015 قبل بجمعة من العرس. رحنا على البلدية مشان لأنه كان في كتير نفايات وزبالة حد البيت. رحنا لأنه يشيلوها فما لقينا جواب. فبهذا النهار الحلو قعدت افكر انه كل العالم بدها تصف برا على الباركينج وتنزل وبدها تمرق من حد هيدا الزباله. طلعت دغري انا والمصور اخذنا السيلفي والعالم اللي كانت عم تمرق على الطريق كانت كثير عم تضحك. ثاني نهار حبيت نزلها على السوشيال ميديا وانا قصد حبيت اعمل هيدا الشيء يكون كثير كوميك وتلاقي صدى لانه بعتقد بالكوميك يمكن تنحل كثير قصص. والاحلى من هيك انه ثاني نهار اجت البلديه شالت الزباله وما ضل في شيء وحطت أرمى أنه ممنوع رمي النفايات.